شهر العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا الحديث الشريف يفيد حقيقتين للصائمين في رمضان: الأولى كثرة العتقاء من النار في أيام الصيام في رمضان بمغفرة ذنوبهم وقبول عباداتهم وحفظهم من المعاصي التي هي أسباب العذاب، والوعد بهذا الكسب العظيم يشحذ همم الصائمين للتسابق إلى إحسان عبادتهم وإخلاص صيامهم وعمارة أوقاتهم بما يزيد قربهم من ربهم، عسى أن يفوزوا بكرمه بالعتق من النار. والثانية أن لكل عتيق دعوة مستجابة، وهذا يحمس الصائمين للإكثار من الدعاء وسؤال ربهم إجابة دعواتهم وتلبية حوائجهم وتفريج كربهم وتحقيق أمانيهم، عسى يكونوا من العتقاء وأن تستجاب دعواتهم. كم لله من عتقاء كانوا في رق الذنوب والإسراف، فأصبحوا بعد ذل المعصية بعز الطاعة من الملوك والأشراف، وكم له من عتقاء صاروا من ملوك الآخرة بعدما كانوا في قبضة السعير. فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا تقدر بقيمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة. فالعتق يعني النجاة من النار والفوز بالجنة، وهذا الأمر الأسمى هو غاية الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. فحري بنا أن نستغل فرصة العتق من النار، فلنجدد العزم ولنقدم على الطاعة واغتنام الأجور المضاعفة في هذا الشهر المبارك والموسم العظيم. فهذه قرابينك يا من تريد عتقا، عسى أن تقبل، فأبشر حينها بكل خير. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، إنك عزيز غفار.